تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشاري خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي تكريم مسيرة عطاء ضمن حفل توزيع جائزة الإبداع العربي في دورته العاشرة والذي أقيم ليلة أمس في العاصمة أبوظبي وسط حضور رفيع المستوى. في جزيرة السعديات في أبوظبي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مؤسسة الفكر العربي استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وذلك لتكريم سموه عن مسيرة عطاء ضمن المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي والذي أقيم تحت شعار فكر 15 والذي تقام فعالياته في أبوظبي وينعقد تحت عنوان التكامل العربي مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تزامنا مع الذكرى 35 لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذكرى 45 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. الحفل الذي حضره كل من فخامة أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام بدأ بكلمة لمؤسسة الفكر العربي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة حيث تقدم في مستهلها بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها الكريمة الرشيدة على استضافة هذه الدورة من المؤتمر كما رحب خلالها بأرباب ورعاة الفكر من الوطن العربي الكبير وقدم التهاني للفائزين المكرمين بمختلف فئات جائزة الإبداع العربي. وفي هذه الأفياء المعطرة بعبق الإبداع العربي الشامخ على مر الزمان يشرفني أن أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى مقام الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومته الرشيدة وشعبها الكريم بمناسبة حلول الذكرى 45 لقيام هذه الدولة المباركة والتي قدمت نموذجاً يحتذى به للوحدة العربية. كما يطيب لي أن أرحب بهذا الحضور الحاشد بأرباب الفكر ورعاته وأن أحيي معكم هذه الكوكبة المتلألئة في سماء الحفل بإبداعاتهم التي بلغت غاية السموق بعدما نظروا لها جل أعمارهم وبذلوا في سبيلها الجهد الجهيد بالصبر والمثابرة وأثبتوا أن الإنسان العربي كفء لإحراز قصب السبق في كافة مضامير العصر. عقب ذلك تمت دعوة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير مكة المكرمة لتكريم الفائزين بجائزة الإبداع العربي حيث استهل بتسليم صاحب السمو حاكم الشارقة تكريم مسيرة عطاء وذلك تقديرا لمسيرة سموه الأكاديمية المتألقة وقيادته الرشيدة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة ومواقفه القومية المشرفة واحتضانه للمشاريع التربوية الرائدة ولدعمه السخي للإبداع والمبدعين ولمساهمة سموه القيمة في الحفاظ على التراث وتعزيز حوار الثقافات والحضارات بالإضافة لإطلاقه المبادرات النوعية وإقامته المرافق والبنى التحتية التي أهلت إمارة الشارقة لأن تغدو واحة للفكر ومركزا ثقافيا مرموقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز
وأمير مكة. أيها السيدات والسادة، يشرفني أن أقف بينكم لأستلم جائزة ذات القيمة الفكرية، وليست هذه الجائزة إلا تكليفاً لي وليس تشريفاً ولي. كان بودي أن أكون بينكم بالأمس، ولكنني كنت بين المدينة والرياض أحاول أن أصل بأقصى سرعة، فوصلت بالأمس لألحق بالركب هذا اليوم. وفي ظهر هذا اليوم جاء الطلب أن في الجائزة هناك كلمة، فرجعت إلى الصحيفة التي نشرت ما كتبه سمو الأمير خالد الفيصل، وإذا بي أسرع الخطى لأتناول الأوراق والقلم، وكتبت كلمات على عجالة، أظن أنني أوفي أصحاب الجائزة وصاحب الجائزة حقه، فأقول: سبحان من رفع السماء بلا عمد، وصير الإنسان من طين ملبد، وبنفخة فيه من روحه، وبعقل حباه وعلم مسند، وإذا الملائكة له سجدا، إلا الرجيم لم يكن من السجد. أيها المخلوق، ما غرك بخالق في صورة سواك وعقل لتهتدي؟ تركت الهدى واتبعت مبلسا، فغواك بأمان وعمر مخلد. اهبط إلى الأرض ولتكن بها شقيا وضيعا أو في سؤددي. إن تسمو بالروح ففي العليا تكن، وإن تدنو بها ففي سافل مقعدي. والعقل للنفس عن المهالك حابس، وبالتفاهة النفس تلهو بالمفاسد. لكن قومي كانوا في معزل عن الدنيا وللقريض في صدد، وإذا الجهالة ضاربة أطنابها كأنها الأعصاب شدت إلى جسدي، وإذا الرسول بالقرآن هاديا والناس بين مؤمن وملحد، وذا بخير أمة أخرجت للناس تدعو بالهدى والرشد. لكن جهالة اليوم غير التي كنا بها من بعيد الأمد، اليوم نأتي بكل خسة من الأفعال نلصقها بمحمد. اليوم نقتل بعضنا سفها، لا غاية ترجى ولا خير من مقصدي. اليوم نفتح الدار طواعية لمن أراد على الإسلام أن يعتدي. اليوم ندك الدور على من بها والناس بين شهيد ومشردي. وإذا الدنيا لحالنا باكية ونحن بين شامت وأبلدي، يا أمة الإسلام، من لي ناصر غير الإله ندعوه في كل تعبدي؟ سلام على الدور ومن بها من إله الكون الواحد الصمد. وشكرا. بعدها قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتكريم الفائزين عن مختلف المجالات في جائزة الفكر العربي، وحيث تم تكريم كل من الدكتور محمد فتاح من جمهورية العراق والأستاذة سالين السمراني من الجمهورية اللبنانية
والأستاذ عبد الرحمن الزغول من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة للأستاذ أحمد أسمت من جمهورية مصر العربية، والأستاذ وجدي سيد من جمهورية مصر العربية، والأستاذ عبد المسيح أبو جودة من الجمهورية اللبنانية. الجدير بالذكر أن مؤسسة الفكر العربي دأبت منذ انطلاقتها كمشروع حضاري ومبادرة تضامنية بين الفكر والمال للنهوض بالأمة على تعزيز الإبداع وتكثيفه، إيمانا منها بما للاكتشافات العلمية المبتكرة والرؤى والأفكار الخلاقة المجددة والمبادرات الرائدة من دور فاعل في تنمية مجتمعاتنا وتطورها.